نفذت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع جمعية شباب الخير للتنمية والخدمات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، نفذت لقاء لعرض الفرص التسويقية لمحاصيل فول الصويا والبصل والمقور ببني سويف، ويأتي ذلك ضمن أنشطة مشروع نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة. وشارك في هذا اللقاء 30 من صغار المزارعين، وذلك لتشجيعهم وتحفيزهم على دراسة الفرص والاستفادة منها لضمان سعر ثابت ولحمايتهم من تقلبات السوق، مع الاحتفاظ بالبيع لمنتجاتهم في حالة زيادة السعر عن المتعاقد عليه. في الحقيقة احنا احد اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، ومن خلال التحالف قدرنا نتحقق كثير من المميزات للمزارعين وخصوصا صغار المزارعين. من خلال مبادرة ازرع قدرنا نساعد كبني سويف 13500 مزارع من خلال الدعم الفني، من خلال تقاوي مدعمة. كمان نحن بنحاول نشتغل على المزارعين في حتة ان هم دايما بيزرعوا بفكرة ان هم بالعداد او التقاليد او الموروثات. احنا بنحاول نغير الحتة دي من ناحية ان احنا بيجي معانا فريق من الخبراء او المهندسين الزراعيين المتخصصين، علشان نغير فكرة انه احنا شغالين بالطريقة الفلانية القديمة، فما فيش انتاج، ففي صرف كتير وما فيش اي عائد اقتصادي للمزارعين. احنا النهاردة في قرية طوة مركز بيبا محافظة بني سويف، بنشرف على تنفيذ لقاء تسويقي لمحصول الفول الصويا والبصل المعور، وده ضمن أنشطة مشروع نحو مجتمعات مصرية ريفية مرنة، واللي بيتم تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي. احنا بنساعد اهالينا صغار المزارعين في توعيتهم حول ازاي تستفيد من وجود حد تسويقي يضمن لك هامش ربح وسط تقلبات السوق، وبنحارب بكده جشع التجار. النهارده حضرنا ندوه لصغار المزارعين حول الزراعات التعاقديه للبصل، عملتنا التحالف الوطني مع الهيئه الانجليه، ونشكر الهيئه الانجليه والتحالف الوطني والمساهمات، وان شاء الله في المستقبل ان نتعاقد مع المحاصيل مع البصل والفول الصويا. ووفرت لنا الاسمده ووفرت لنا كل حاجه الدوله والمبادره، واحنا نشكر التحالف الوطني مع الهيئه الانجليزيه اللي هي ايت لنا اللي هي الندوه اللي هي لصغار المزارعين للزراعات التعاقديه. اشكر الهيئه الانجليزيه والتحالف الوطني، بصراحه وفروا لنا يعني مساعدات كتير جدا، وفروا لنا استاذ مساعد من كليه الزراعه اتكلم معانا في حاجات كتيره جدا عن خدمات فول الصويا والمحصول البصل والافات اللي بتصيب المحصولين وطرق الزراعه الصحيحه.